صباح الخير يا أطفال، كل عيد وأنتم بخير. قد هل علينا يوم العيد. استيقظ جاد وجنى صباحا على أصوات تكبيرات العيد، ثم ذهبا إلى والديهما وقبلاهما وقالا لهما عيد فطر سعيد، وأعطاهما والدهما العيدية. استحم جاد ولبس ثياب العيد وذهب مع والده لتأدية صلاة العيد بالجامع. بعد عودتهما لبسا ثياب العيد وذهبا مع والديهما لمعايدة جديهما، وكانوا جميعا مسرورين بالعيد. بعد أن انتهيا من زيارة الأقارب، ذهبا إلى مدينة الألعاب الترفيهية، لعبا ومرحا كثيرا، ثم تناولوا الحلوى وعادوا إلى المنزل.